عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم من جديد. نتمنى تكونوا كلكم بخير بصحه جيده وبالعافيه ان شاء الله. دونك اليوم جبت لكم طاجين ديال الكفته، كنديروا بهذه الطريقه ان شاء الله يروق ان شاء الله الاعجاب ديالكم. علاش لا، غنبداو مع المقادير. ها عندي كفته على حسب اللي بغيتي سيداتي، اللي عندك حسب الاشخاص. عندي هنا بصيله مدوره، عندي جوج مطيشات مدورين حتى هما، عندي بطاطا وحده قطعها على شكل شيبس يا سيدتي، عندي توابل كتشوف سيدتي هنا، عندي خرقوم غير شويه ما تنكثرش، شويه البزار، شويه سكنجبير، شويه تاع الطوماط كونسونطري، شويه ديال مطيشه تاع الحك، شويه ديال الملحه، وعندي ربع مقطع. عندي هنا ثوم مفروم، ثوم 4 فصوص ولا 5 فصوص. وعندي سيداتي الاخير هو هذا اللي غادي نزيد من فوق الكفته ديالي، هي الفرماج محكوك. تبعوا معايا ان شاء الله يعجبكم هذا الطاجين، بداو مع الطريقه، بقاو مع الفيديو. كما كتشوفوا غنبداو على بركه الله، هذا الكاس الماء غنخويه هنا. تبعوا معايا سيداتي، وهاد التوابل غادي نلوحهم هنا مع هاد المعلقه تاع مطيشه الحكته صغيره. كلشي كاين معايا سيداتي، غادي نحط كلشي مزيان. ها الطوير ديال الملك طعنا ورا عزازين علينا، فين راه غنبارطاجيو معاكم. كما كتشوفوا سيداتي، ها هو غادي ندير في هذيك الكفته ديالنا كتير غزالة الطاجين اللي غندير لكم اليوم. غندير معاها سيداتي شويه ديال الربيع، نتوما ما غنديروهاش باش ما كتحيدش لينا، باش ما كتحيد ليناش المذاق ديال اللحم. تبعو معايا سيداتي، هاهي صراحة أنا كنخدم بيدي أحسن، سمحوا ليا نخدم بيدي لأنو الكفتة كتبغي الطاجين. لو غادي تدخلو هاد المقادير كلشي في الكفتة وغتخليوها ترتاح في هاد الماء هدا، بقاو معايا إن شاء الله نرجع نوريكم طريقة تاع الطاجين. كما كتشوفو سيداتي، اليوم مغنديروش على الفخر، غنديروها على البوطة. ونشارك معاكم هادي كلشي كيعرفها، أكيد غادي نديرها. كنديرها تحت الطاجين إلا كنت غادي ندير فوق البوطة، فزوينه هادي مكتخليش ليكم الطاجين يتحرق. الو غادي نديرها هنا من التحت، نحطو البال مع هاد العود هاكا صافي، وكنشعلو عليه باش كيخلي يطيب لينا الطاجين على مهل. وكندير النار في هذا مهيلة لي كتشوفو، صافي غنبداو على بركة الله. غادي نديرو شوية ديال زيت الزيتون هنا كتشوفي سيداتي، وغادي نفرش البصيله ديالي بحال هكا، كلشي غيعرف كيفاش يتفرش بحال هكا سيداتي هكا هكدا هكدا هكا. غادي نزيد ديك مطيشه الجنب بحال هكا سيداتي، ديرو هاد الطاجين راه كيجي زوين. ماشي كما قلت لكم، جربو الى الفلفلات دي اختياري، نسبة نسمع من الفوق لي طاجين تيبغي فلفلة حارة ولكم الاختيار بحال هكا سيداتي. أكيد هاد الما ديالها مغنديرو تا هو، نخليو الفلفلة للأخير. وهاد التومة هادي اللي مدرناش مع اللحم سيداتي غنديروها هنا من فوق مطيشة هكا كتشوفو. تبعو معايا كيجي غزال هاد الطاجين. الخطرات الكفتة بوحدها متعجبش وليدات بمطيشة، ألوغ مع هكا مع الخضيرة كتجي زوينة بطيطة وحدة. ونتوما ديرو القياس اللي بغيتو. ألوغ كنزيد هنايا في الجناب، كندور بطاطا كتشوفو غير هكدا سيداتي،
حتى تشوفي سيداتي هاني استفت البطاطا، هذيك العطريه اللي درت منها الكفته كنشيط منها شويه ولا كنزيد حسب شنو عندكم، كنديرها من فوق هاد البطاطا وكلشي بصلاوه ما شاو الثومه كما تشوفي سيداتي، مع حتى ديك المعلقه تاع مرطشه ديال كونسونطري. وغادي نستف، غادي ندير شويه تاع الربيع سيداتي هكا، ديروا هاد الطاجين كيجي غزال هكا. وكنستف الكفته تاعي درت لها على هاد الشكل كما كتشوفوا الطوال، حتى لي صوصيس راه كيجيو زوينين سيداتي الا بغيتو ديروا الصوصيس حتى هو. هانتوما جربوها غتعجب الوليدات الصغار ولا الكبار ان شاء الله، علاش لا. حتى عندكم صوصيس سيداتي ديروها ديروا بهذه الطريقه ان شاء الله. وغادي نتسناو عليه، وغادي نديرو عليه عفوا واحد الخويه تاع زبيد الزيتون بحال هكا، حيت راه كيجي بحال شي بيتزا. الماء ما كنديروش، راه ديجا خلطنا العطريه تاعنا في الماء كما كتشوفوا سيداتي، وغادي نغطو عليه ونخليوه على نار مهيله والفرماج حتى يطيب عاد كنديروه. الوغ كما كتشوفوها هو اللي غنشارك معكم دابا، غنوريكم شنو درت فيه. هذا هو الماء والحامض والقرنفل والزنجبيل الطازج، ان شاء الله راه مزيان في هذا الوباء. الى الفيديو الى اخر فيديو ان شاء الله، بقاو معايا. شوفوا سيداتي اليوم غادي نزيد نبارطاجي معكم نشارك معكم هذه الوصفه ديال بحال سيل الان فلان انسان لاحظت بشي حاجه من الاعراض هادو الله يرفع لينا هذا الوباء ان شاء الله. الوغ عندي كندير الماء طايب، كندير الماء في كاسرونه كنطيبو وكندير عليه الحامض. ها ديجا انا درت، بغيت نوريكم سيداتي ها هو الحامض، وغندير قرنفل حبات ديال القرنفل تكتروش، وعندي الزنجبيل طازج راه شتوه ها هو، انا درت ديجا شويه غنزيد واحد شويه باش ما يجيناش مر. وغنخلي سيداتي هذا الماء حتى كيغلي وتنصفيه كنبداو نشربو منه مزيان، كيجي مزيان كيحيد كاع الفيروس وداكشي كامل ان شاء الله. وما تنساوش ديروه راه مزيان في هاد هاد لابيريود هادي.